ينضم إلي موفد بي بي سي عصام عكرماوي. عصام، بداية، هناك مطالبات من رئيسي البرلمانين المؤتمر والبرلمان بأن يكون هناك يعني تأجيل انعقاد هذه الجلسات، لكن يبدو أنه سينعقد. هل نستطيع القول أنه ستولد حكومة الوفاق الوطني اليوم؟ هذا ما يأمل به المشاركون أحمد في هذا المؤتمر الذي يجري خلفنا هنا في فصل المؤتمرات في السقيرات. الوفود وصلت قبل قليل إلى هذا المؤتمر للمشاركة في التوقيع على اتفاقية تؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، وهو ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر عقد في روما الأحد الماضي بمشاركة 17 دولة منها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. الأسرة الدولية الأمم المتحدة تريد من الليبيين إنهاء حالة الانقسام الموجودة في ليبيا، حيث هناك برلمانان وحكومتان، وتريد منهما أن يشكلا حكومة موحدة. هناك خلافات داخل الأطراف الليبية، يعني نحن هنا لا نتحدث عن فريقين فقط، هناك حتى داخل كل من هذه الفرق هناك خلافات حول المشاركة. هناك أعضاء في برلمان الشرق مشاركون، ولكن هناك أناس مقاطعون، وكذلك الحال بالنسبة لبرلمان طرابلس، هناك مشاركون وهناك مقاطعون. كان هناك لقاء في مالطا قبل يومين بين رئيسي البرلمانين، وقالا في بيان مشترك أنهما يرفضان أي صيغة تفرض على الشعب الليبي، وطالبا بالمزيد من الوقت، أي أن هناك معارضة لتشكيل الحكومة الموحدة التي تطالب بها الأسرة الدولية. بالأمس كان هناك لقاء مفاجئ، إذ توجه المبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر إلى شرق ليبيا للاجتماع بالجنرال حفتر الذي طلب منه تأييد الاتفاق، لكن الجنرال حفتر قال أنه يؤيد المفاوضات وأن هناك حاجة إلى المزيد من المشاورات، أي أن تأييده لهذا المؤتمر كان متحفظا جدا، لم يعرب عن تأييده له، لكنه قال أن هناك المزيد من الحاجة إلى المزيد من الوقت. طالب أيضا برفع الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، هناك حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، وهذا أمر آخر، أن الأسرة الدولية تريد أن تكون هناك حكومة موحدة في ليبيا كي تطلب من الأسرة الدولية مساعدتها للتصدي، وهذا هو الأهم بالنسبة لأوروبا وأمريكا والأمم المتحدة، وجود عناصر من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية وصلت إلى ليبيا واتخذت مواقع لها في سرت وغيرها من المناطق الليبية، وهي تشكل تهديدا على المنطقة، تتمدد في كل اتجاهات مستغلة حالة الانقسام الموجودة في المجتمع الليبي. أشكرك من مدينة الصخيرات المغربية موفد بي بي سي عصام عكرماوي. الصور التي